فضل حسن الثاني باش خيري لعب هذيك المقابله خيري دخل بفضل من سيدنا الله يرحمه باش غياب البياز ربما تار نقاش كثير انه على سبب الغياب ديالو. المبلغ اللي ربما كنا كناخذوه يوميا ماشي ربما ماشي هو المبلغ الحقيقي. بقات فيكم واحد رونو 5 اير 5 ما خديتوهاش فعلا. هو قال لهم خليط البيض قال لنا عم سيدي انا قال له جي حدايا وبدا كيوريه داك الشيء. سيليكوبتر ملي جات هزات كل يوم داتو الدرس البصري كان دخلو داك الشيء وهضر شويه كان خطاب عنيف شويه خطاب عنيف شويه تنشوف خليفه تيغوت ليا البوحيه والبوحيه شوف العربي تندور تلقى العربي طاح. كانت كارثه هذيك لو 9 ديسمبر بالنسبه لي انا كاتاستروف ناسيونال. شري واحد الكفه وديها معك. قلت له انا علاش؟ قال لي باش تجي معمره بالبيوت. مشيت عند حسينه تبارك الله قلتها له يعني تما قال لي انا موجود. صبتي لابس لابس. اهلا نعود بكم من جديد في الحلقة الثانية مع اللاعب الدولي السابق نور الدين البوحيوي وهذه المرة لنبش في المسار الجميل والرائع رفقة المنتخب المغربي. سي نور الدين سعداء بلقاء بك مجددا. شكرا سي موسى. ثاني مرة الحوار هذا. علاقتك بالمنتخب المغربي بدات من أول مباراة اللي تم النداء عليك مباراة ودية مع زينيت كانت مباراة ودية بالمحمدية. ولكن تتبقى المباراة الأولى هي ديال موريتانيا نواكشوط بتاريخ 18 فبراير 1973 والحساسيه ديال هذا البدايه ديال المنتخب اللي بديتي فيها انت هو انه المغرب دار واحد التحول كبير في المنتخب لانه 78 شاركنا في كاس افريقيا وخرجنا في الدور الاول وقعوا واحد السلوكات واحد الممارسات وتمت عقوبه تاديبيه وخرجنا في الدور الاول ونحن وحنا يعني عندنا لقب كاس افريقيا 76 فكانت عمليه تجديد ديال المنتخب وكانت استدعاء لاعبين اخرين ومن بين اللاعبين اللي تم النداء عليهم سي نور الدين بوحيوي. ولكن المباراة الأولى ديالك ما مشيتي الجزائر ما مشيتي لمصر ما مشيتي لشي دولة مشيتي لموريتانيا في 1979 تتذكر هذه المباراة شوية؟ تنذكر بالطبع كانت نتيجة ديالها إصابتين يعني جوج كنا منهزمين بإصابتين مع موريتانيا وكان دفاع لان الموريتانيين ما كانش عندهم بطوله ولا شيء جمعوا لاعبين غير من الفرق اللي عندهم تماك واستطاعوا يماركيو امام منتخب المغرب حامل كاس افريقيا كان بعدا ساعدهم بكل صراحه ساعدهم التحكيم لان تقريبا شنقول لك كانوا قويين كانوا اجريسيف ارضيه الملعب مطربه تقريبا ما كاين لا سياج لا والو اللعاب الناس كيجيو ها اللي تحت البشكيطه ديالو ها اللي كيحط الموتور ديالو ها اللي حاط الطوموبيل ديالو تيوقفوا كيتفرجوا بحال تيتفرج يعني في شي بطوله ديال الاحياء ولا وكانت مباراه قويه بكل صراحه والحمد لله استطعنا بمجهودات اللي بذلوا اللاعبين وكانوا لاعبين كبار مثل حسين الله يرحمه مثل بالحيوان كان مصطفى ديال وجده كان الزاكي كذلك تقريبا كنظن الى ما خاتنيش الذاكره كان لله كان الادريسي ديال مديريه وجده حتى هو كان في هذه المقابله جوج وفي الروتور 4-1 فعلا هكذا يعني على الاقل رجعتوا الهيبه للمنتخب المغربي. غنبقى معك دائما في كاس افريقيا اللي غادي نبداو بها تلعبوا المباراه الثانيه مور موريتانيا تلعبوا مع الطوغو تربحوها 7-0 تخسروا في الروتور 2-1 تتاهلوا لكاس افريقيا 1980 بنيجيريا. البدايه قويه ديال السي الحاج ولكن ما تكتبليش يشارك في كاس افريقيا 1980 شنو اللي كان سبب غيابك السي الحاج؟ والسبب هو انني مخيل واحد الحصه تدريبيه هنا مع فريق النادي القنيطري وقع لي واحد الكسر في اليد ديالي ما استطعتش بكل صراحه حاولوا على اساس انه باش يعني نتعالج في اقرب وقت ممكن قبل ما ناخذوا الطريق ديالنا لنيجيريا للاسف ما تمكنتش لان بكل صراحه ما احترمتش التعليمات ديال الطبيب بكل صراحه لان درت شي حوايج اللي ربما
خرقت بهم بروتوكول ميديكال، ولكن كيفما كان الحال ما كتبش باش وهي الكاس اللي المغرب حتى فيها الصف الثالث ودار فيها مسار طيب رفقه المجموعه. تترجع السي بوحيوي عاوتاني التصفيات ديال كاس افريقيا 1984 وتتلعبوا المباراه الاولى امام مالي، تتربحوا بعض الاهداف لصفر، ولكن الرتو في باماكو خسرتوا بجوج صفر. ربما كانت مباراه العديد تحكي لك مباراة أنها ما كانتش سهلة وكانت ضرارة في ظروف ربما صعبة جدا. وكان ظن هذيك من المقابلات الصعبة اللي لعبنا، لأن كما قلت لك نفس الحالة ديال الملعب ديال موريتانيا، لأن ذاك الملعب اللي كان تقريبا ضاير بالجبال كان جبل عامر بالجمهور، هذا ما كانش الجمهور تحت كذلك، وداك الشيء الحكم كان من الكونغو مازال كنتذكر، وداك الشيء وهذا اللي حقيقه يعني كان يعني 100% جنب الفريق المالي. اشياء غريبه، حتى شي هدف احتسبوا فعلا. ونهزمنا باصابتين لصفر، كانت مقابله صعبه وصعبه جدا. اولا كان عميد الحراره، من كلكش تصور، لان ملي دخلنا للفيسيال لدرجه انه حنا كنا نلبسوا لي توني ديالنا باش ندخلوا وداك الشيء. ف كنظن من خلال التسخينات حسينا بان المباراه غادي تكون صعبه، وبهذه المناسبه اللي كنحاول نتكلم على واحد المساله. كان معنا مصطفى غشا، مصطفى غشا كان محترف بسيرفيت جنيف، ملي شاف ديك الحراره وداك الشيء وهذا جبد واحد البوماده، هذيك البوماده كتعطي واحد البروده يعني شديده للاعبين. تقريبا درناها كلها، فاذا به دخلنا للملعب يعني تقريبا ليفي ديال ديك البوماده دوزات واحد ربع ساعه ورجعت ديك الحراره مدوبله لينا، لدرجه انه بعض اللاعبين بدينا كنتخوفوا لان اثرت علينا من خلال التنفس وداك الشيء اثرت علينا. وحاولنا كيف ما كان الحال يعني نجيروا المباراه ديالنا بالطريقه ديالنا. وقعت شي واقعه ديال خليفه مع ديالو كانت واحد شي مباراه داخل المباراه بين خليفه وديالو، لان ديالو كما كتعرفوا كان هو محترف، كان كيلعب في سانتيتيان، رجل عنده واحد البنيه قويه، خاشين في اللعب ديالو، تيضرب يعني باليد وبالرجال ديالو وداك الشيء. كان بغى يحدم الخطوره ديالو الصديق ديالي خليفه، لكن يعني واجه واحد كما كنقولوا واحد العملاق، وفعلا حاول انه يستعمل مع الخشونه، لكن ديالو حتى هو عنده خشونه اكبر منه، تقريبا لدرجه انه شدوا باليد ديالو وزروا من الشعر ديالو باش يتخلص منه. كان لاعب قوي وخلق لنا مشاكل هذاك ديالو بكل صراحه. كانت مقابله من المقابلات جات المباراه ديال نيجيريا، ما لعبتوهاش في نيجيريا لانه كانت مظاهرات في نيجيريا، ولعبتوه في البينا. في البينا تديروا 0-0، تجيو هنا للدار البيضاء بالنسبه لنا حنا في المغرب، هنا 0-0 في نيجيريا، العوده الاياب هنا، يعني الامور محسومه الى حد ما. المغرب انه بنسبه كبيره ضمن انه يتاهل كاس افريقيا 1984 كانت بكوت ديفوار انذاك. شنو اللي وقع سي الحاج انكم تصدقتوا 0-0 وتنهز المغرب وما الترجيح؟ بعدا باش نكونوا واقعيين مع نفوسنا، نيجيريا ديما كانت صعيبه، نيجيريا ديما كانت كدير مشاكل الفريق الوطني، حنا كنا متخوفين للاسف، رغم ان المباراه يعني لعبناها بطريقه مزيانه وضيعنا فرص وداك الشيء. كان الرجاء ديالنا في ضربات ترجيحيه، لكن للاسف ما توفقناش. بعض الاخوان كانوا ضيعوا ضربات جزاء، منهم عزيز دايدي، منهم حداوي، منهم خليفه، ما استطعناش. يعني تقصينا دازت هذه بما لها وما عليها. جات التصفيه ديال كاس افريقيا 1986، المباراه التصفاويه اللي لعبتو في التصفيه مع الزاير، كانت البدايه هنا المباراه ديالكم امامها بالدار البيضاء، تتربحوا بهدف 1-0 عن طريق ضرب الجزاء. تماما، شجلة كريمو ميري كريمو. هذيك المباراة وربما كان فيها أشياء كان فيها ما يتحكى سي الحاج، كان لاعب كابانكو كبير ديال الزاير، الحسن الثاني تيتفرج، و سي الحاج تيوقع عليه إصابة كبيرة تماك في هذيك المباراة. فعلا هذيك المقابلة كنت غادي نفقد فيها الحياة ديالي، لأن كابانكو ضربني بواحد الطريقة ما فهمتهاش، لان درت له مشاكل. كان لاعب كبير، هو في ربما كان من احسن اللاعبين في اوروبا،
كما كانوا كيلعب في اندرليكت، وكان لاعب قوي، بنيه قويه، التطول ديالو كان اكثر مني، انا كنت عندي 1.82 كان ربما تيوصل للمترو 90 ولا اكثر كاع من 90، كان قوي. وملي حديت من الخطوره ديالو حاول كيتخلص مني بواحد الطريقه اللي ربما كانت غتفقد الحياه ديالي، لكن الحمد لله رغم انني دخلت في غيبوبه وهذا، كان الحضور ديال الحسن الثاني رحمه الله كان تقريبا جا تفرج تيتر بريفي ماشي رسميا، ولكن الحمد لله والفضل ديال من بعد الله سبحانه وتعالى، والفضل ديال الحسن الثاني رحمه الله عليه اللي امر باش انني ولكن قبل ما تكتشف ربما حليتي انك صبتي راسك في كلينيك. فعلا ما عرفش انت فين كاين. ما عرفش راسي فين كاين لان لعبت في الدار البيضاء في غيبوبه. دخلت في غيبوبه وداك الشيء وهذا يعني، والحمد لله يعني اكتشفتي فين انك كاين؟ بانني سميتو في مصحة الملكيه وداك الشيء. مصحة الملكيه بتوارقه بالرباط خسر الملك بالرباط. ايوا الحمد لله على كل. شكون اللي خبرك انك راك تماك انت في هذيك الحاله؟ كان عند كان سميتو كان انا تقريبا نقول ما استرجعت الوالد ديالي تقريبا حتى الاربعه الصباح، وهضر معايا الطبيب وداك الشيء قال لي بانه راك الحمد لله راك بخير وهذا والامور هذا، ورجاء جا شي زائر وداك الشيء وهذا. فعلا كان جا واحد العقيد من الدرك الملكي وداك الشيء، وشرح لي قال لي ودي راه انا مرسول من طرف حسن الثاني باش نطمئن على الصحه ديالك وداك الشيء وهذا. وفعلا شكرته تماك عرفتي راسك انك راسي بانني كلينيك رويال. كلينيك رويال كتمشيو تلعبوا المباراه ديال الروتور تديروا 0-0. ديك 0-0 ربما كانت صعيبه باش تحققها ديك 0-0. فعلا لان يمكن لك تنازل في اي وقت، وفعلا كانوا يدخلوا عندنا اصابات صراحه. كان الدفاع كان في مستوى عالي، الزكي كان في مستوى احسن، يعني كان في النهار ديالو كما تنقولوا. من جهه ضربه الجزاء بكل صراحه انا شخصيا فقدت هذا، تنقول بان هذه ضربه الجزاء ربما غتقصينا وداك الشيء، لكن للاسف الشديد الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله الامور دازت مزيانه. الزاكي بالذكاء ديالو بالتموضع ديالو خرج الكره تقريبا كما تنقولوا لو بوين دي بي، وتاهلنا للنهائيات اللي كانت. تاهلوا في هذه المباراه هذه الصعبه وتترجعوا للمغرب وتستقبلكم الملك على اعتبار انكم تاهلتوا لكاس افريقيا 1986 بمصر، ولكن المزاج الحسن الثاني ما كانش هو هذاك هذه المره هذه. باقي كنتذكر اننا نزلنا في مطار سلا الرباط سلا، مشينا على طريق الحافله الملكيه حتى القصر الملكي بالصخيرات، استقبلنا الحسن الثاني رحمه الله عليه، دخلنا يعني تقريبا تفاجئنا، والحسن الثاني رحمه الله عليه يعني تقريبا هكا هز لي جورنو في يديه وطلب من السمنالي باش يجي حداه وداك الشيء، وقال له شوف هذا الشيء اللي تكسب هنايا من طرف اللاعبين الشباب اللي حقيقه كلهم داروا شي جوابات وداروا واحد التعليق اللي غير لائق، لان هذو الاخوان ديالهم اكبر منهم انتقدوا المنتخب ديال الكبار انتقدوهم فعلا، كانوا ديما ما احترموش الاخوان ديالهم ما عرفوش الظروف فين لعبوا. وبهذه المناسبه كنشكركم قمتوا بالواجب ديالكم الحمد لله، وهذا التأهيل ما جاش سهل. سمعت بانه كان قام التشطيب على هذوك اللاعبين التشطيب وطالب بسميتو، ولكن بكل صراحه احنا ملي خرجنا وغادرنا القصر وداك الشيء من بعد الاسبوع الاخر طلبنا من سميتو باش يبلغ سيدنا رحمه الله عليه باش هذوك اللاعبين احنا تنسمحوا لهم وداك الشيء وبالرضا ديالكم وبهذا وبهذا وبهذا، وفعلا وقعت يعني فعل هذوك الاخوان وداك الشيء. هما كانوا كنظن اربعه او خمسه اللعابه اللي ذكروا. تاهلوا لكاس افريقيا ديال 86، المغرب حاضر في كاس افريقيا 86 في مجموعه اللي فيها الكاميرون والجزائر وزامبيا، ربما مجموعه ما كانش سهله. فعلا تتواجهوا الجزائر بذكريات 79، تتواجهوا الكاميرون بذكريات 81، ثم زامبيا لمنتخب كبير. وكنظن هذيك مجموعه الموت بكل صراحه حقيقه. انا شخصيا كما تيقولوا انا رفضت الهم بالنسبه للجزائر، لان الجزائر كان عندها فريق قوي تقريبا، هذاك امتداد ديال الفريق ديال
مأهلة كأس العالم في نفس السنة، مأهلة في نفس السنة، إني كان عندهم لاعبين كبار كبار جدا لدرجة أنه ما تجرد حتى اليوم المقابلة وآخر دقيقة أجا كان دارت الهضرة على أساس أنه مجزر ما غاديش يلعب وداك الشيء، وهذا نظرا اللي كان عنده مشاكل وقيلة مع الجامعة الجزائرية. المقابلة الأولى الحمد لله عرفنا كيفاش نجيريوها، كنا نسجلوا كان يتسجل علينا، كانت مباراة قوية. المباراة الثانية ضد الكامرون تعادلنا بواحد واحد، كانت هي مقابلة قوية. أنا كان عندي لاعب اللي هو روجي ميلا، عطاني المدرب تعليمات صارمة مسي فاريا على أساس أنه ندير واحد المراقبة لاصقة، وفعلا درت المراقبة لاصقة رغم أنه كان كيستعمل معايا الخشونة. كنا منتصرين عليهم بإصابة واحدة لصفر للأسف، الكرة اللي هي كانت ربما ثلاث دقائق الأخيرة من المقابلة. نعم دقيقة 89، دقيقة 89 تقريبا ما بقاش المباراة وتنتهي، كتجي الإصابة ديال التعادل. المهم نقدروا نقولوا كاين ربما تماطل سميتو الحارس الزاكي في الخروج للكرة كان شوية ثقيل، وربما ميلا كان سبق الكره وسجل الاصابه ديال التعادل مقابل تنعوضوا بزامبيا بداك الانتصار بهدف الصفر. تتاهلوا من نهاركم انكم تحتلوا الصف الثاني وتلعبوا امام متزعم المجموعه الثانيه اللي هي مصر اللي مستضفه الدوره في ملعب اللي فيه 95,000 متفرج وواحد الحماس كبير، وبذكريات انه المغرب كان دائما يقصي مصر. ولكن هذيك المباراه عرفت حدث اخر للمغاربه لحد الان ما تهضم لهمش، هو انه إشراك طاهر أبو زيد اللي كان أصلا مخصوش يلعب هذيك المباراة. الظروف ديك المباراة تذكرها سي؟ وأولا بعدا النقطة السوداء هو الدخول ديال طاهر أبو زيد اللي كان هو مسجل الهدف ومسجل الهدف فعلا، ما كانش داخل لأن خدا دوزيام افيرتيسمون يعني، واتضح بعد في الجلسة أو في ملي دار المغرب يعني ني واحد ريكلاماسيون على اساس انه راه عنده جوج ديال البطاقات صفراء، مشاو لبعض الاخوان اللي منهم الياقوتي اللي كان كيمثل الاداره والجامعه، مشى بالحضور ديالو وداك الشيء. الحكم كان تيسفاي قال لهم بانه عطى هذاك الورقه الصفراء عن طريق الخطا، هي باش سمحوا له باش يلعب المقابله، وكانت مقابله قويه. للاسف تسجلت الاصابه بالدقائق الاخيره من المباراه، وكانت مباراه يعني نهايه قبل الاول. بصراحه كانت 100 او 110 الف متفرج، كانت مقابله قويه وما نقولكش يعني. كانت انا بعدا شخصيا قصيت مع محمد عبدو، قصيت مع طاهر ابو زيد بنفسه اللي كانوا تقريبا بجوج كانوا كيسحموا عليا، تيمشيو عند المريس كيمشيو عند خليفه، داروا مشاكل مع البياس، لان كان هو انا كنظن داك الشيء كان متعمد، لان الدفاع هو اللي كان قوي. منعناهم ان نسجلوا، كنا كنحاولوا اننا على الاقل ندخلوا للاصوات الاضافيه، وفي الاخر تسجلوا بضربه خطا. فعلا تسجلت ضربه خطا. للاسف السي الحاج هو انه في المغرب ديما في مباراه الترتيب ما عرفش علاش يدخل الاحتياطيين، كما لو ان الصف الثالث لا يعني اي شيء في تاريخ اي منتخب. تلعبوا الترتيب وتنخسروا مع الكوت ديفوار ولعبنا بلاعبين احتياطيين. تنتهي هذا الملف ديال كاس افريقيا، تنحتلوا الصف الرابع، وكانت امامنا ديك الساعات كوب دي مونت تسينا. ولكن قبل ما نبداو في كوب دي مونت 86 غادي نرجع معك المغرب والكاميرون 15 نوفمبر 1981 المغرب الكاميرون. قبل منها لعبتوا مباراه وديه مع السنغال في داكار، واللي هي شهادات الوفاه ديال مصطفى دريوش في المسبح رحمه الله عليه. المغرب دخلت التصفيات ديال كاس العالم، تجاوزتوا السنغال زامبيا ومصر، تلاقوا مع الكاميرون في او اخر مباراه قبل التاهل لكاس العالم 82 في اسبانيا. تجي المباراه ديال الذهاب ديال المغرب والكاميرون، وزارة الداخلية هذاك مع الدريس البصري تيقرر تيقول لهم ما يمكنش تلعبوا في الدار البيضاء، والدار البيضاء معروفة بالجمهور بحكم أنه كانت آنذاك تداعية ديال أحداث يونيو في الدار البيضاء أو شهداء الكوميرا إلى آخره، وبالتالي كان الوضع ما تيسمحش لواحد التجمع جماهيري، فتم نقل المباراة إلى مدينة القنيطرة المدينة ديالك. فعلا. ولكن اللي وقع السي بوحياوي لاعب رسمي في المنتخب
والجمهور ديالو هنا في قنيطرة والمدينة ديالو، ولكن السي بوحيوي تيرفض انه يلعب. وبكل صراحة انا كنعطيه نعطي داك نقدر نسميه تمرد بكل صراحة. انا واقعي مع نفسي، لان ما يمكنش حتى لاخر دقيقة وغتفاجئ انت لاعب كتلعب في واحد المكان مدافع اوسط، مدافع اوسط واعطي الحمد لله مرتودي لا في صف فريق وطني ولا في صف فريق ولا في صف فريق نادي قدي، وكنتفاجئ اخر دقيقه تتغير ليا المكان ديالي من لا مدافع اوسط الى مدافع ايسر باش ناخذ المراقبه ديال توكوتو. هذا لاعب كان قوي، كان لاعب محترف بامريكا تي، وكان وقع واحد التخوف على اساس انه هو تقريبا لاعب اللي كنقولوا لو جور دو ديفيرونس كان كيدير وفعلا وميلا. للاسف تقريبا وصلني الخبر حتى الليل ليله المقابله، وحنا فندق كتلعب في فعلا كنا في فندق ديال الشاطئ الامم، تما كنا كونسونطراسيون. باقي كنتذكر كان معايا في الغرفه عزيز الديدي رحمه الله عليه، دخل علينا حميده وحميد دوش، حميد دوش طلب مني باش هذا راه غدا ان شاء الله غادي تحمل المسؤوليه ديال المدافع ايسر. رفضت انا، قلت له دير ما يمكنش انا، راه فعلا مشينا هكا على اساس انه فعلا يوم المقابله دخلت تلقى السبوره فيها البوحيوي ظاهر ايسر وداك الشيء. رفضت انا، ما عجبنيش الحال بكل صراحه، يعني شدتني واحد النرفزه اللي ما فهمتش كيفاش. خديت الساك ديالي وغادرت، يعني ربما الناس اللي شافوني في هذا راه تفاجئوا غادرت، ولكن من بعد يعني تم ارجاعي للملعب وداك الشيء لعله وعسى. رجعك السي الحاج؟ رجعوني الناس ديال الشرطه هما اللي رجعوني، جاو تبعوني كما تنقولوا بسطافيط وداك الشيء على اساس انه هذا. طلبت انا قلت له شنو السبب؟ قال لك لا سي محمد دوما راه بغاك، خصك ضروري خصك ترجع عنده. فعلا ايزون انسيستي باش هذا، رجعت معاهم لقيت سي محمد دوما الله يرحمه تيسيني هو وسميتو حران وهذا الاخوان ديال لا فيدراسيون. قال لك هذا، قلت له ودي اسمحوا لي انا بغيت تعطيوني اربعه وخمسه لعبه، ما تعطيوني ثلاثه، انا ما عمري ما لعبتهاش مع وغندخل مع هذا. فعلا طلعت للتريبيون الفوق، بقيت كنتفرج تقريبا ما بقى شي حاجه قليله، خرجت في حالي مشيت ترى غادرت الملعب ومشيت. وصلني الخبر بانه غادي نمر عن طريق لجنه تاديبيه، لان هذاك التصرف اللي درت حقا تصرف طائش بكل صراحه. للاسف الشديد ربما ديك ريزونمون ضيعتها في ديك اللحظه، وخديت ذاك القرار ربما وتفهموا هذا الشيء، لانه عيطوا لك في مباراه الاياب. فعلا لعبتي مباراه الاياب، لعبت مباراه الاياب اللي تيحضر فيها جوج اللاعبين اللي كان ربما كان المدرب انا ذاك رافض واش فونتين كان رافض انهم يكونوا، ما هو كريمو ويغشا وحضروا في هذيك المباراه. فعلا، والمباراه برا ما تجري عاوتاني في ظروف اخرى في سياق اخر. سي هو كان بعد الملعب واحد 100,000 متفرج، وكانت الشتاء واحد والتيران كليسون هكا كلشي عامر بالغيس، وهذا واحد الظروف ديال اللعيب راه يمكن لك الصوره. يعني قصيت انا لان كان حدايا ميلا، مره تيمشي ميلا يجي سميتو توكوتو، مره المباراه كانت قويه. وبكل صراحه الاخوان ديال الفريق الوطني حتى هما تبارك الله يعني عطاو داك الشيء اللي عندهم، وكانت مقابله تقريبا نقول لك من طرف واحد، لان واحد الوقيته راه سكننا اليوم داخل المزارك العام عمليات للاسف ما كانش تعادلنا، تسجلت عندنا اصابه وتعادلنا، وكان المفروض اننا نسجلوا اصابه ثانيه. للاسف مصطفى يغشى واحد الكره باش يضربها، لا كريمو واحد الكره باش يضربها ضربت له فادي وطلعت ونهزمنا. كان الاقصاء، وكان ديك الساعه الحكم المصري بهيج هو اللي كان تيقود المباراه. تنطول من الملف ديال 82 ضيعنا فيه انه نحضروا في كاس العالم باسبانيا الجار الشمالي ديالنا، وتندخلوا التصفيات ديال كاس العالم 1986 تتلعبوا مع سيراليون، تتربحوها ذهبا وايابا، تتلعبوا مجددا مع الملاوي تتجاوزوها، تتلعبوا مع منتخب مصر اخر مباراه قبل ما تلعبوا مع منتخب ليبيا باش تاهلوا. مباراه مصر ربما الدار البيضاء هنا، يعني تبقى هذيك المباراه تاريخيه والمصريين لحد الان تذكروها بما لا هو ما عليها. تدخل المباراه
كل شيء تنتظر المنتخب المغربي فإذا بان ضربة جزاء تتحسس صالح مصر. شنو حسيتي ديك اللحظة ديك الساعات والزميل ديالك تسبب في ضربة جزاء ربما اللي كانت؟ وأولا أنا في ديك اللحظة نتفكرها الآن ربما بدان يعني وقال شويه ديال التهور، لان حنا ملي كندخلوا كنا كنهضروا ديما دائما على لا كوفرتيو التغطيه مع هو اضروات حتى انا تنمشي اضروات والبياس كيمشي اكوز ديما كنلعبوا هذا لو سيستيم نجحنا فيه. لان نعطيك واحد الاحصائيات ان لعبنا 15 مباراه وسجلوا لنا جوج ضربات ديال الاخطاء، وحده مع مصر في 85 هذا وحده في ليبيا اللي ماركا سميتو العيساوي على لازاكي. بالنسبه لهذيك الكره ما كانش نهائيا بدان غيدير هذاك الخطا، المهم كان خطا جات ضربه جزاء. بكل صراحه انا حضرت راسي وداك الشيء بقيت المهم الدعاء تندير الدعاء وداك الشيء وهذا الحمد لله بحال اللي قال هذاك يعني سميتو الجميل وانا الزكي جاء طمن بيدان تيقول ليه راه فعلا بحال اللي تيقول ليه غير ما تقلقش راه نشدها فعلا راه غادي تضيع. الحمد لله عداله السماء كانت بجنبنا وضعت هذا تتاهل المغرب تسجل الهدفين رائعين جدا في هذيك المباراه تدوز المباراه ليبيا اللي هي مؤهله. والصدف هو انه اربعه المنتخبات المغاربيه اللي وصلت المباراة الأخيرة باش تأهل تونس مع الجزائر والمغرب مع ليبيا، هذه سابقة هذه فعلا. في ليبيا تربحونا بثلاث أهداف لصفر، ولكن اللي تتبع المباراة ديال طرابلس تيشوف أنه كانت ليبيا عندها منتخب قوي أنا فعلا أنا معك بكل صراحة. كانت مقابلة صعيبة وصعيبة جدا. وعلاش؟ لأن كنا غادي نلعبوا في الكازون وتهلا الديرنيير مينوت وبدلوها لنا سميتو طرابلس. كنا غادي نلعبوا في بنغازي وملي مشينا درنا تهيئنا في ستراسبورغ عشب الصناعي وملي تهيئنا في سميتو في ستراسبورغ وجينا ديريكت ديك الساعة ليبيا على أساس أنه وجبنا تصبابط سميتو لي غوداس. جبنا لي غوداس على أساس أن غادي يلعبوا في لي غازون. فإذا كان تفاجؤوا أنا شخصيا تفاجأت ما ديتش معايا الصباط ديال هذاك الصباط اللي كنت لابس ديال 12 كرومبو لبستو وشتا واحد الامطار واحد الامطار قلت لك التصوير عندهم الجمهور داكشي اللي كيدير غريب تيضربوا اللعابه بداك داك اللي كنسميو حنايا مقلع لا ماشي مقلع سميتو تفركه ولا تفركه تفركه هي هذيك كيضربك عرفتي تينيشو تتجي لك واحد البيه كيضربوها تضربك في ذاته وكطيح بواحد الشكل وشتا. واش نقول لك لعبنا مقابله بكل صراحه كانت صعيبه خسرتو بواحد وهذه المناسبة كنذكر الصديق ديالي اللي هو فضيلي حمو اللي حقا الجزاء الأوفر لهذا اللاعب اللي حقا المقابلة دازت على ظهره لأن كان مكلف بمراقبة العيساوي. هذا اللاعب لاعب كبير حقا لأن ماشي سهل. كان أحسن مايور بيتور ديال لافريك اللي دا فيه الحذاء الذهبي. وحمو فضلي تيقول هو ذاك اللاعب غير المحظوظ لانه في اخر المطاف ما حضرش كاس العالم. فعلا تاهلتوا تاع المغرب تحقق التاهل من قلب ليبيا تترجعوا كاين البريم الحاج. فعلا وما بكل صراحه في مقهى سيندي باد حنا فعلا راه حنا ديما كنا تنهضروا هذه المساله. دابا في اوروبا بالنسبه للمحترفين عندهم مسائل ديالهم مضبوطه كاين هذاك لو مود انتيريو ديال لي بريم وداكشي المفاوضات ودخول ما تدخلش علاش دخلت هذا تغوت على الناس ولا يغوتوا ليك ولا هذا مسائل راه معروفه. حنا ما كانش حنا كيجي ملي كتربح السيمانه الاخرى كتسمر الهضره راه فلان فلاني غيجي كيجي العمري كيعطيك انفولوب كتقول بسم الله تبوسها وتخشيها في جيب ما تقلبهاش كاع ما تعرفش شحال فيها وفيها 100 ريال ولا مليون ولا جوج ولا هذا ولا المهم كيف ما كان الحال. جينا ولاني في ليبيا كانت واحد اللحظه على اساس انه كان هضر فاريا وداك الشيء بان راه غادي يقول لا بريم وهذه وهذه. المهم تيقول لك ما تيعطيكش لو مونطون تيقول لك المهم غيكون ان بريم الحمد لله مزيان وهذا. فعلا جينا داك الشيء بقينا كنشوف واش غادي ناخذوا من تقريبا هذا داروا معنا في الكاليفيكاسيون داك الشيء غادي ناخذوا 5 مليون عطاونا 3 مليون ما عطاونا 2 مليون. هي هذيك فاش ملي رجعنا نزلنا في سميتو نزلنا في سنديبات واحد المقهى كتوجد خارج الدار البيضاء كان تماك داروا معنا باش يكون لقاء تماك باش يجيبوا لنا
لي بريم ديالنا، فاذا فيه كانت فاجئوا عطاونا 10000 وقال لك 10000 تساينوا وبقات الامور غادا كنجرجر وداك الشيء وهذا، ولكن من بعد عاد زادوا عندنا في لا بريم. هنا تتبدا دخلتوا في مباريات وديه، ربما مباريات وديه اللي خلقت الشك وسط الجمهور المغربي. تتخسروا مع اسبانيا حرف باء 3-0، تتعادلوا مع بلغاريا 0-0، تخسروا مع ايرلندا 2-1، وهي اللي خسرنا فيها اللاعب، تعادلنا مع السنغال 3-3، اي وخسرنا فيها اللاعب دريس بديدي بديدي. اصبح هناك ربما هجوم اعلامي شويه فعلا، بان هذا المنتخب ما غاديش يشرفنا كما داروا صحاب السبعين الى اخره. ولكن طرح مشكل اخر وهو ديال التشكيله، انه خص يكونوا محترفين. كيفاش تحل هذا الاشكال هذا سي الحاج؟ انا كنظن تحل بواحد المساله بسيطه، لان ملي كيوقع تنافس خصنا ندير واحد يعني واحد الاجراء اللي نقدروا ندخلوا فيه باش نبينوا للناس بان شكون اللي غيستحق، باش نكونوا ديمقراطيين مع انفسنا. حنا قلنا كاع الضغط وقع وهذا وهذاك الضغط وداك ديك اش نقول لك، يعني كلشي تهجم عندنا، لا صحافه ولا جمهور ولا مسؤولين ولا هذا. المسؤولين كتعرف كيتخبى وداك الشيء، اللاعب ديما كيكون صالح انه لانه هو اللي في المواجهه وداك الشيء. طلبنا تنهضروا وداك الشيء وهذا، تنهضرنا مع فريا وداك الشيء، قلت له علاش ما نديروا ان ماتش ديسيسيف بيناتنا، يغوتوا مع اللعابه هذوك اللي كاينين كيفوليو ليترونجي ولعبوا بليكيب ديالنا احنا اللوكال، هوت ولعبنا وانتصرنا عليهم 3-1. وفعلا وقع شويه، المهم نقص شويه ديك اللقطه، ولكن دائما بقى داك التخوف وداك الشيء وهذا، لدرجه انه حنا ملي بغينا نمشيو كما قلت لك حنا تنهضروا على المسائل ديال هذا ديال اللي جبتي سيموسي ديال التقيوتات وداك الشيء. مشيت بقاتنا واحد يومين ثلاث ايام باش نمشيو، مشيت الخبازات عندنا واحد الحي تما كان معروف داك الشيء فيه داك الشيء ديال اللوز والكركاع وهذا، خديت داك الشيء. هو يسلم علي واحد الصديق ديالي، اهلا فلان لاباس هذا، واش جيتي دير؟ قلت له دابا جيت غناخذ شويه ديال التقيوتات راه غنسافروا وداك الشيء. قال لي واعرتي اش غدير؟ شري واحد الكفه وديها معك. قلت له انا علاش؟ قال لي باش تجي معمر بالبيوت. قلت له سيدي يعني ضامن انكم تخسروا وانكم. قلت له سيدي شوف الحساب في الدوره ماشي دابا، تنجيو عاد نتفاهموا. وفعلا ملي جيت مشيت لعندو داك الشيء تنقلب عليه، تلاقيت انا وياه تعانينا. قال لي الاولاني ملي تكالي فينا نعم جي لا غدا غادي نمشيو غنسافروا، غدا غنسافروا تقريبا نقول مع 11 في ديك الصبحيه داونا الفاس. اي تماما دفن الفاس عند الحسن الثاني، استقبال ملكي رسمي تبارك الله، يعني الملك بالتعليمات ديالو رحمه الله عليه وحفزنا وشجعنا ودا معنا باش الحمد لله نكونوا في مستوى، وطلب منا اننا ما غنديروش غير المجهود ديالنا، خصنا نفوتوا المجهود ديالنا على الاقل باش نشرفوا الكره المغربيه والكره الافريقيه والعربيه ونبانوا بواحد المشهد اللي هو يرضي الجميع. مشيتوا للمكسيك، ولكن قبل ما تبداو بدا مشكل ديال الاحذيه باش غادي تلعبوا. اه فعلا. والعلامه التجاريه غادي تكون فيها، شنو وقع بالضبط السي الحاج؟ وقع المهم كان واحد الخلاف غير فيما يخص لا مارك، يعني فيما يخص لا مارك ديال الصباب ديال السوليه وداك الشيء، لان تقريبا كتعرف المحترفين كل واحد عنده كونتر، عنده واحد العقده ديال الحذاء ديالو، اللي اما اديداس، كاين اللي كيلعب بيما، كاين اللي كيلعب بنايك، كاين اللي كيلعب بسميتو كنذكر الحذاء ديال عزبو دربالة لوكوك، لان كان كيلعب في سويسرا. او ملي جاو اديداس الا يمكن باش غيعطيك ديك المنحه ولا اللعابه كلهم، خاص الجميع يلعب بواحد الحذاء اللي هو يكون نفس الحذاء اللي غيلبس الاخر والاخر والاخر، اللي هي ماركه ديال اديداس. هذوك اللاعبين رفضوا، خافوا، قال لك ودي لا حنا عندنا اون ماركه لعبوا بها وكنتخلصوا فيها، ما يمكنش. فعلا وقع واحد التوافق من بعد اتصال ديال واحد التونسي اللي كان هو رئيس سميتو هو المسؤول على الشركه ديال بيما، وطلب منا وداك الشيء وهذا، ولكن في الاخر رفضوا، لان كانت سميتو الكلفه ديال العقده كانت تقريبا 5000 درهم، ماشي بحال الاخرين هما كانوا كيعطيو 10000 درهم، 10000 تقريبا نقول 1000 اورو، الاخرين عطاو 500 اورو. فعلا وقع اتفاق من بعد هذا المشاورات، ومن بعد هذا
هي هذيك لعبنا باديداس كنا تقريبا المباريات كلهم لان كانوا كيعطيونا تقريبا 1000 دولار لكل لاعب في المقابلات كلهم اللي لعبنا اللي هما اربع المباريات كانت 4000 دولار 4000 دولار 4000 دولار وملي سكاليفينا سميتو اللي كان فيها سميتها الامين العام ديال المغرب العربي السعد السعد يرحم لك الوالدين هذاك السيدي عطانا ملي سكاليفينا عطانا حتى هو 1000 دولار لكل لاعب لكل لاعب ممتاز تدخلوا لكاس العالم ربما هذا حدث ماشي هو كاس افريقيا ماشي هو العاب اولمبيه هذا كاس العالم السي الحاج كانت ظروف غير عاديه تتلعبوا مع المباراه الاولى مع بولونيا اللي احتلت الصف الثالث في مونديال 82 وتيقودها واحد اللاعب اللي هو بونياك فعلا تتعادلوا 0-0 هذيك النتيجه عطاتكم شويه الثقه قلتوا انه نقدروا نمشيو بعيد وتابعكم مباراه انجلترا بالطبع سي موسيب لان تقريبا في الفاز فينال ملي كتكون في الجروب النتيجه ديال اول مقابله كتحكم عليك إذا درتي نتيجة مزيانة راه غتستمر، ما درتيش نتيجة مزيانة كتنتظر كتصعب عليك المقابلة الثانية، إذا بالنسبة لنا حنايا كنا ملزمين أنه نلعبوا بعدا خطة دفاعية محضة ونشوفوا ولا لقينا بعض الثغرات وبعض هذا لقينا في المثال شي في جوا منين غادي يمشيو لي زاتاك وداك الشيء حنا غادي نسجلوا بكل صراحة كان عامل طقس تقريبا حرارة مفرطة لأن لعبنا تقريبا فواحد ما نقدرش نقول لك يمكن واصلة 42 أو 43 مونتيري البولونيين قويين فيزيكمون كان عندهم لاعبين كبار كبونياخ كاين كادوشا كانوا لعابه يعني كبار مازال كنتذكر هذاك الوقت بونياخ كان مشى من ليجياد فارسوفي حتى بلاجيفونتيس بصفقه خياليه في هذاك الوقت لا كان لاعب تقريبا بواحد اربعه ولا ثلاثه ديال تنتهي بصفر صفر حنا في المغرب فرحانين انه التعادل الاول تتلعبوا مع انجلترا بنفس تقريبا السيستم امام لاعبين كبار مثلا نقولوا لينيكر شيلتون وودز بارنز كلهم هادو تتقول 0-0 غير باش ندخل لك واحد المساله فيما نعم. يخص المباراه ضد الانجليز هذيك اصعب مباراه لعبتها انا شخصيا داكور لان انا ما كنتش محظوظ في كاس العالم من خلال هذوك المباريات لعبت مع لاعبين اقوياء بكل صراحه يعني بحال ما شكون صيفطهم ليا لينيكر غوميز وفولير ورومينيكي بجوج كيتناوبوا تماما كنت لعب مع هاتلي كان كيلعب في تورينو لاعب طويل ملي كيخو قدامي راه ما شاء الله راه ما تنشوفش الكره لاعب وعذبونا بسميتو بدوك لان تعرف الانجليز عندهم ذاك الفوتبول ديريكت كيتسمى كيشفتوا الكره من هنايا تقريبا تعذبت لهنا لا زاكي لا والو درنا راسنا رجع يعني كانت مقابله قويه وفعلا اللعابه ديالنا كانوا في مستوى عالي وكنذكر بهذه المناسبه ظلمي وتيمومي وبودربالا راه واحد الوقيته راه ما قدروش يتبعوه ولا شي حاجه ولكن واللي لعب ثاني عاود دور كبير اللي كان ربما كان كينفس عندنا شويه هو التيمومي كان مراقب من الطرف اللي يعني سميتو ويلكنز لدرجه انه ضربوا وخرج بورقه حمراء الا كتذكروا راه كان تطرد وداك الشيء واللي ما لعبوش لعبوا تقريبا واحد 20 دقيقه التيمومي راجع من الاصابه ديال مع الزمالك رجع وكانت عنده واحد تريتمون خاص باش انه يتاهل لدرجه انه تفاريا انه ما كانش يلعب لا كانت عنده دار له حصه تدريبيه خاصه به اذا هذه القضيه ديال رجع معك القضيه ديال التنبؤ ديال الراحل حسن الثاني بالنتيجه جات المقابله ديال البرتغال اللي حقيقه هو كيف ما كان الحال احنا كنا سعيدين اننا تكاليفينا ومساله اخرى ماشي كاليفيكاسيون دابا بحرا لعبتوا مع الانجليز 0-0 دابا تلعبوا مع البرتغال فعلا هضرتي على صافي مرحله قبل البرتغال حنا دخلنا بكل صراحه ولكن اللقاء انا هضرت على الملك حسن الثاني واش فعلا تنبأ انكم تفوزوا على البرتغال اي فعلا شنو كانت المناسبه فين واش كان اتصال هاتفي او لقاء داونا سميتو لواحد السفاره ديال سميتو ديال الامارات هي اللي كانت شارجي دي زافير كانت قائمة الاعمال ديال المغرب في قائمة الاعمال تماما وفعلا هضر معنا كبارلور وداك الشيء بان مقابله وهذه وخصكم تحضروا لنا وجهنا وراه الشعب كينتظركم وداك الشيء وهذا وهذاك الشيء دار بالنسبه بينو
وبين فاريا. فاريا عاد من بعد قال لك ودي راه هذا سا ماجيستي وهذا راه تيتنبأ بان هذا وامر باش يتغيروا واحد اللعاب وداك الشيء باش تكون على الاقل باش يحسن الدفاع اللي هو خيري لان بفضل الحسن الثاني باش خيري لعب هذيك المقابله خيري دخل بفضل من سيدنا الله يرحمه باش سجل دوك جوج الاصابات عجيب وعطى تبريرات لان سميتو خيري تقريبا عنده دو سيد لو جو يمكن تلعبوا ديفونسور يمكن تلعبوا اتاكون وي لان حتى في كاس فلسطين راه كان كمدافع اوسط مدافع اوسط واحد الوقيته لعبوه في وسط الميدان يعني والحمد لله التنبؤ كان في مكان وفعلا كان يكون تنبؤ كامل لولا هذاك الهدف الواحد ديال تتاهلوا الفرحه هنا كبيره في المغرب خلقت لنا واحد البهجه يعطيكم الصحه كان حدث غير عادي هنا في المغرب تتاهلوا اول مره للدور الثاني في كاس العالم كتجي مباراه ماشي سهله امام المانيا وقع عاوتاني الحديث على المساله ديال لي بريم عاوتاني تجدد النقاش شنو كان وقع بالضبط السي الحاج في هذيك الوقيته؟ ايوا حيت حنا دابا الكاليفيكاسيون جعلت كانك تكون تقوي في واحد فهمتي بوزيسيون دو فورس وداك الشيء لانك تكاليفيتي وداك الشيء ومازال ما عرفتش راسك علاش لاعب وداك الشيء اللاعبين المحترفين تيقول لك احنا رزقنا ولا هذا راه هي الكره نعم حنا خصنا نعرفوا لي بريم ديالنا اللي اش غادي يعطيونا وداك الشيء فعلا تعطى لو مونطون ديال لا بريم بالنسبه للكاليفيكاسيون وداك الشيء يعني يكون زناك ربما كان غير تزاد بقينا ديك 14 مليون ديال 8.6 يعني فعلا الحمد لله حاولنا نعالجوا المساله لان ما يمكنش الانسان يدخل في الشونطاج لان جوست في لو جور دي ماتش افون لو ماتش وانت تو بريبار خاصك تو دو كونسونتري على الماتش وتجي وعاد يبقى الانسان يجبد لا بريم ملي كتجبد لا بريم وداك كتبقى تساوم الانسان ما يمكنش يساوم الوطن ديالو لا بتاتا لا الوطن ما عندوش ثمن فعلا الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى كنا بحال هذاك وقفنا حنا العقلاء وداك الشيء وهذا واستطعنا اننا نتفقوا اننا نقنعوهم فعلا لعبنا المقابله ديالنا ديال المانيا وداك الشيء رغم اننا ما المانيا تسجل هذاك الهدف ربما المغاربه بقاو فرحانين ولكن بعض المرات تمي ترجعوا تيقول لك كان حقك وكان ما كانش هذاك اللعاب ولكن قبل ما هذه المباراه قبل ما في بدايه المباراه وقعت القضيه ديال غياب البياز ربما تار نقاش كثير انه على سبب الغياب ديالو بزاف ديال الهضره خرجت وفعلا سبب الغياب ديالو بزاف الناس انا دابا كنمشي للمدن هادشي يقول لك علاش البياز ما لعبش حداك مالو اشطر عليه انا اللي كنت حاضر ليه هو انه الوقيته اللي سجل خيري الاصابه مشينا حنا اربعه الى عاودوا الصور والمشهد ديال الاصابات ملي مشينا تعلقنا حنا اربعه اللعابه ولا خمسه اللعابه هذيك وقع واحد سميتو واحد بحال قلتي ان كونتاك كان جات بودربالة جات هو بودربالة حتى هو جا وداك الشيء راه تهزينا حنا خمسه كان بودربالة كان هو وكنت انا كان كريمو كان خيري اللي سجل اذا سته ولا هذا راه ضروري كيبقى داك وقع مشكل ديال انه بياس تقاص في الكود ديالو دروا يعني في الجنب ديالو الايسر في الجنب ديالو الايمن وداك الشيء وهذا واثر عليه داك الشيء اثر عليه كمل المقابله بصعوبه فهمتي لدرجه انه هزوه داوه وداك الشيء وهذا ومن بعد الحمد لله رجع ولكن يمكن الطبيب عطى تعليمات على انه لان كانت المساله شويه كتكون هذا لان هذه المنطقه اللي منها كما كتعرف كتكون عندها الريه وداك الشيء وهذا كتكون مساله صعيبه هذا هو السبب الغياب ديالو هذا هو السبب الغياب ديالو وكيفاش كانت الاقتراح انه غادي يدخل حسينة سالينا المقابله ديالنا فعلا دربنا داك الشيء خفيف وداك الشيء وهذا وملي كملنا وداك الشيء انا جاي بحال هكا تلاقاني فاريا قال لي ملي تسالي الدوش وداك الشيء تي فيان شي موا اون فا ديسكوتي سوغ ان بروبليم دو كي فا رومبلاسي زاك بياز وداك فعلا طلعت عندو تنهضر معاه وداك الشيء وهذا غوت لي انا يمكن غوت الزاكي تا هو لنا ولكن كيهمنا الامر لان حنا بالنسبه لهذا فعلا قال لي شكون اللي في نظرك شكون كان حاضر معكم الزاكي وانت لا حضرت بوحدي انا بوحدك هذه لا بوحدي كنت ما كانش مع فريق كنت انا غنشوف معاهم وغادي نرد لك فعلا بديت بجيري فاضل قلت له سمعت كنت غنهضر انا وياه واش مزيان اون فورم قال لي لا بخير الحمد لله وداك الشيء ملي وضعت عليه السؤال قلت له واش تكون واجد ان شاء الله الماتش ديال المانيا وداك الشيء وهذا
يعني انت راه تبارك الله انت راه عندك تجربتك وعندك حسيت به بحال كرهبه ماشي رفض ولكن كتحس به بانه طبعا مسؤوليه كبيره مسؤوليه كبيره الانسان تيدير لان كاين الفرق بين الشجاعه وبين الخوف وبين التاني انه باش يخرج بقرار اخر ماشي تجي انت وتقول له لا واش ولا خصك تلعب ولا لا ولا واش قادر تلعب باش على الاقل هو غيتحمل المسؤوليه الا دخل صافي راه كتحمل المسؤوليه فعلا مشيت عند حسينه حسينه تبارك الله قلتها له يعني تما قال لي انا موجود لابس لابس قال لي انا موجود الحاج ما كاين حتى مشكل لا شي قلت له راه انت تبارك الله واش انت غتشد الفلون كوش وانا غنشد الفلون درو قال لي الحاج كون هاني ممتاز ملي وضحتي وكنا كنلعبوا راه كنا كنلعبوا بيناتنا وداك الشيء وهذا مزيان ملي وضحتي هذه دخلت المباراه المغرب بقى جار المباراه حتى للدقائق الاخرى حتى للدقائق الاخرى تجي هذيك الكره ديال ماتيوس اللي غادي تمارك منها شنو وقع بالضبط في ديك اللحظه شنو الخطاب اللي كان بيناتكم مع الزاكي في اعداد قبل ما تصدر الكفره هذاك اللي يوغوسلافي كان لعب عليه يوغوسلاف هذاك ما عرفتش انا كيف صفر ذاك الخطا احسن كان ما كان حتى خطر ما كان حتى شي حاجه وتوت لي فاسون شتي ملي سكالي فينا ملي سالا الماتش مشينا سميتو في كاين لوطيل في كاين السملالي الله يرحمه وكان باموس كانوا في واحد السويت وملي دخلنا انا هضر معايا الملك اقسم بالله سي موسى غادي نوصلوا له هضر معايا وجبد لي القضيه ديال الكفره المهم جات الكفره ملي درنا المير انا لوندوباز صافي دي شكون اللي طويل وداك الشيء درنا المير انا وقفت هنا جا حدايا خيري حسينا وما شكون اخر تما واش خليفه ولا النمريس وداك الشيء وقفت صدرت عند الزاكي صافي ما خصنيش نتحرك هزيت يديا بحال هكا صافي على اساس انه انا اللعابه خصهم يجروا ماشي هما يجروك خصك انت تبقى في بلاصتك تبقى ستاتيك هما اللي يجيو عندك فعلا كنظن زكي وما نعرف انا تنقول هذه غير التقدير ديالي بانه ما خداش منتصف الشبكه لان ملي كتجي كوفرون ولا شي حاجه هو شويه مال شويه الكوتي دروا بحال دابا الكوفر غتضرب دابا هكا ها الشبكه هكا هو هنا في الوسط ما جاش هنا يغطي شد ووسع هاد البلاصه هادي وسعها شويه زاكي زاد هو شويه خلى واحد الفجوه الاخر جا بيان الى بيان سميتو فيزي داك لو كوان ضرب هذيك الطريقه هكاك وداير سميتو المناقشه اللي دارت بيني وبين بيكنباور كانت على هذا الشكل هكا قال لك انا جو ماتوندي غادي يمر المباراه قال لي انا جو ماتوندي باش نربحوكم بان بالاريطي هكا وفعلا كانت ان بالاريطي هذا كان نقاش بينك وبين بيكنباور نقاش بيني وبينه بكل صراحه وتم نهضر مزيان قال لك فريق وطني عندكم فريق قوي تبارك الله مزيان عندكم لاعبين كبار المباراه كانت صعيبه قال لهم انا قال لي هكا قال لي كنت انا كنت محرج في بعض هذا جبد بودربله قال لي لاعب قوي تبارك الله عنده لي بينيتراسيون وسريع ومزيان بالكره يعني تقريبا الاول بالفريق الوطني تنتهي المباراه نعم وكان عندك اتصال هاتفي مع الملك تقريبا بالنسبه راه ماشي غير انا راه حتى اللاعبين كلهم كانوا كيدخلوا بواحد بواحد راه تقريبا يمكن وقيلا دار على الفرقه كلها اتصال المحادثه معك ايوا شكرنا بكل صراحه شكرني انا وشكر جميع الاخوان الله يجزيكم بخير والله يرضي عليكم وحمرتوا لنا وجهنا وهذا وجبت لك للاسف وقال لي بحال هكا قال لي وهذاك الحكم مالوش صفر هكاك وداك الشيء كنتوا تحتجوا لي على الاقل وداك الشيء قلت له نعم سيدي انا ما هكا زعما كاينه برا بطبيعه الحال انا ما نقدرش نحتاج لان كاين كان زعما كاينه كان عميد الفريق هو اللي ممتاز ممتاز الملك تيقرر رحمه الله عليه انكم تبقاو في المكسيك انكم تفرجوا في الفينال تتمشيو نيويورك هديه من الملك وهديه من المغاربه لهذاك الجيل من موراها تتمشيو لجنيف باش تهزوا ناور متوكل وعويطه وتتهبطوا للمغرب وتتصيبوا راسكم امام واحد الاستقبال تاريخي في ملعب محمد الخامس وسط محاطين بجميع اللاعبين وتيت وسطكم الراحل حسن الثاني واش غادي نقول لك هذيك اللحظه يعني مازال عندي في الذاكره مازال كنشوفها امامي
حصلت ثاني رحمه الله كان في واحد الغايه ديال السعاده، واحد الغايه ديال النشوه، لان بكل صراحه يعني تمن داك المجهودات اللي درناه ونوه بها من خلال الاتصال اللي دار معنا جميع حنا اللاعبين، والحضور ديال ديك الجماهير اللي حققت المشهد ديال في الملعب. وكنظن كما تنقولوا لكل مجتهدين نصيب. ممتاز. فحقيقة الحسن الثاني رحمه الله إن شرفنا بداك الدور اللي درنا، دورة شرفية اللي ما تنساش، غتبقى في الذاكرة مدى الحياة ديالنا. في الذاكرة مزيان، ولكن موراها تنطلق مسلسل ديال أنه خاصنا كفريق كبير أنه نشوف المستحقات ديالنا. البداية أولا هو أنه حتى ديك 80 دولار اللي تعطي الفيفا اللاعبين ربما ما توصلتوش بها كاملة ملي كنتو في المونديال. فعلا انا وصلوا يعني كان وصلوني اصداء ان قلنا بان هذاك المبلغ اللاعبين طيله فتره التحضير وطيله المباريات الرسميه، المبلغ اللي ربما كنا كناخذوا يوميا ماشي ربما ماشي هو المبلغ الحقيقي اللي كان، وكان اللغط وقع اللغط ديال اللاعبين وداك الشيء طالبوا باش توقع زياده. وفعلا كان وعدنا الاستاذ السمعي الله يرحمه انه غتزاد شي حاجه، لكن للاسف المهم كيف ما كان الحال حتى المنحه ديال المباريات وداك الشيء تجينا للمغرب، وبعد المده وحنا كنطالبوا بها كانت شي وقفه كاع امام وزاره الشباب والرياضه، كانت وقفه وداك الشيء وحتى في الجامعه وداك الشيء، وطالبنا بالحضور ديال الاستاذ السمعي رحمه الله عليه والكولونيل باموز ديك الساعه رحمه الله عليه. تا هو خديتو 140,000 درهم، خدينا 140,000 درهم دي شيك. وكان دعم ديال بعض الشخصيات اخرى، الشخصيات منهم لارام كانوا عطاونا جوج ديال الورقه ديال الحج جوج يعني تقريبا كل واحد باش يمكن يصيفط للوالدين ديالو ولا هذا. عطانا الامير عبد الله ديال السعوديه، كان ديك الساعه امير، مشينا عنده القصر الملكي في بوسكوره، عطانا 10,000 درهم وعطانا ساعه رولكس كل واحد. ممتاز. عطانا موسى السعدي وزير الطاقه عطانا 10,000، مسعود ديال الشركه ديال زيت النسر او النسور، مدير الشركه في مكناس عطانا حتى هو 10,000 درهم. كنظن هذا هما اللي كان. ممتاز. وكان زيد، وكانت هنا بمدينه قنيطره عطانا السي محمد الشعبي رحمه الله عليه، عطاني انا الخليفه جوج ورق ديال الحج، وعطاونا لاميكال ديال الرياضيين هنايا كان محمد القراوي، كان عطانا 10,000 درهم من الصندوق ديال لاميكال ديال ممتاز. استاهلوا كاع الخير، ولكن بقات فيكم واحد رونو 5 اير 5 ما خديتوهاش. فعلا. وكانت وعود كثيره كنظن. الطريف الامر هو انه حتى اللاعبين ديال 76 اللي داو اللقب ديال كاس افريقيا 76 كانوا وعدهم بسياره وما خداوهاش. عاوتاني انتم وعدوكم في 86 بسياره وما خديتوهاش. هذوك ديال 76 داروا معاهم 10,000 درهم في لابريم. عطاوهم 7,000 وبقات 3,000 واحد المده عطاوها لهم. وعدوهم بسياره هذا كان قال لي الزهراوي. سي الحيوان ندخل معاك المقطع الخاص بالالعاب المتوسطيه. المغرب تيحتضن العاب متوسطيه لاول مره في تاريخه في 83، وكانت هي واحد الرهان ديال الدوله باش تقدم راسها كدوله رياضيه وكدوله قادره تحضر هذا الحادث هذا، وكان اكراهات ماليه كثار، والحسن الثاني وقف على الامور بدرجه انه عين ولي العهد انا داك الشيء اللي محمد عيد على راس اللجنه المنظمه. كان واحد الاستنفار في المغرب كامل، درجه انه حتى الجيش كان حاضر في الاعداد الى اخره. على مستوى كره القدم مشيتوا انتوما الاستعداد قلت هي درتوه في البرازيل ولمده شهر، علاش السي الحاج؟ وانا كنظن فاريا نجح في العمليه ديالو لانه كان فالونتي جيمكسيسك فالونتي نجح في العمليه ديالو في الاختيار ديالو، لان ما مشيناش تماك باش من اجل الزياره او من اجل السياحه، مشينا باش نخدموا ونستعدوا، وفعلا خدمنا واستعدينا لدرجه نقدر نقول لك ان جميع تقريبا ديال لا سيونس اللي درناهم في واحد المركب عسكري ديال لا مارين البرازيليان، وكنا كنديروا حصص في المركب ديال فلامينغو دوريو اللي كاينه في العاصمه ريو جانيرو، لان امكانيات خارقه ديال الاستعداد ديال اي فريق اللي يمكن يمشي يستعد، جميع الانفراستركتور الموجوده تماك،
جميع الامكانيات لحقيقه اللاعبين استعدوا ممتاز. وفعلا النتيجه كانت اللي يعني جيتوا تعادلتوا مع في المحمديه مع اليونان لا ربحنا اليونان درتوا 0-0 درتوا 0-0 والماتش الثاني مع ليبيا درتوا 2-0 فعلا تعادلوا 0-0 صحابنا عليه تماما تتأهلوا تتلعبوا مع مصر ثاني فينال نعم وتتقطع الضوء على ملعب محمد الخامس فعلا تقطع الضوء واحد الوقت ديال واحد كنظن واحد قسمين او ربع ساعه تقطع الضوء وعاد وقع الاستئناف ديال المقابله وكملوا انه الحداوي قال بانه راه الحارس المصري مازال داخل باقي داخل فعلا ضرب فعلا مرك سجلوا اصابه من واحد المسافه بعيده فعلا تماما لعب عاليه سعيد جداي سعيد جداي والابيض لعب الرأس بيلعب عاليه ضعيفه هو الجول الجول الاول للمغرب كره ضعيفه زي ما قلت انما بتخش جوه الجول الجول الاول للمغرب يحرز بعد حوالي 25 دقيقه 25 دقيقه كم ده هو الجول الجول الثاني للمغرب كره من بعيد بتتشاط جامده انما تخدع عادل مأمور بترمي على ناحيه اليمين تهية تحول ناحيه الشمال وتخش من تحت ايده جوه الجول كره متشاته شوفوا حضراتكم منين من بعيد خالص المباراه هذه توقع واحد الحادث اللي شهير جدا هو انه انتم جالسين في فلوطه ديالكم في المحمديه وشنو وقع من بعد السي الحاج احنا كنتغداو داك الشيء كننتظر بان غادي صافي نستعدوا للمقابله ديال تركيا جاو اوامر باش نلبسوا لي سيرفيت وداك الشيء الحسن الثاني رحمه الله غادي يستقبلنا في القصر الملكي بالسخيرات المهم مشينا استقبلنا الحسن الثاني وداك الشيء بالسخيرات وداك الشيء جلسنا تماك والله يرحمه كان يعني واحد الاستقبال رائع وفرح بينا يعني واحد الاستقبال كان رائع بكل صراحة رحمة الله عليه يعني وكان واحد الخطاب ديالو يعني كان خطاب يعني نفعنا بزاف في تعليمات صارمة وتعليمات لحقة كان شي حديث وقعوا في الجلسة ملي كنتو جالسين فعلا ملي كنا جالسين وداك الشيء الحسن الثاني الله يرحمه ملي بدا كيهضر على المقابلة وداك الشيء جبد دي تريونغل من الكارتون من جيبو وحطهم وبدا في التفسير ديال لا تاكتيك اللي غادي نقدروا نواجهوا بها تركيا وبدا وقبل ما يقول قال لنا غتلعبوا ضد تركيا وكتعرفوا داك البروفير كيدي فوزيت فور كومان تيرك تركيين قويين في البنيه ديالهم وداك الشيء وكاين دافعوا وداك الشيء وهذا خصكم تنتظروا بان المقابله اليوم غتكون مقابله اللي غير في الجانب البدني واحد بنسبه كبيره وفعلا بدا كيشرح وهذا غوت في ديك اللحظه كان كيراهن على خالد البيض هو قال لهم خالد البيض قال لهم انا سيدي انا قال له اجي حدايا وبدا كيوريه وداك الشيء وهذا وخالد البيض دار كاسف كلاعب متوسطيه كبيره فعلا بالفضل ديالو كان رائع كان هو اللي دار لا ديفيرونس بكل صراحه في دوك لي روتري اللي دار الحداوي وتتلمس النقاش ديال الراحل الحسن الثاني انه كان عنده خبره في كره القدم لانه اعتقد حتى فالونتي حنا تفاجئنا لان الوقت اللي بدا كيشرح على التكتيك وداك الشيء وكمل دار رحمه الله عليه وقال الفالونتي قال له مسيو فالونتي سي كوم سا اون بي جوي بعد التكتيك قال له فوتر ماجيستي كونيس بوكو لو فوتبول هكا يعني وفعلا تفاجئنا بواحد الطريقه يعني مدرب ديال كره القدم يعني عارف الخبايا ديال كان تحفيز كبير وربحتوا تركيا بثلاث الاهداف لصفر نعم والمغرب تيفوز الميداليه الذهبيه وفي العاب المتوسطيه واخا تيفوزوا ليسيبل الاخرين وكتبقى كره القدم عندها طعم خاص ديالها ربحتوا اللقب المتوسطي
تنجيو للمقطع الاخر الخاص بالالعاب العربيه. المغرب تحتضن العاب عربيه هنا في 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 المغرب وتتلعبوا المباريات الاولى. لعبتوا مع الصومال محمديه بثلاثه ربحتوا 3-0، تعادلتوا مع تونس هدفين لميت لهما، وهي المباراه اللي وقع لك فيها واحد الحادث ربما تذكروا المغاربه بزاف. وانا المباراه كانت منقوله في التلفازه انا ذاك. نتكلم لك على الحادث ياك. نعم. حديث كان صعيب بكل صراحة، هو ربما فقدت الوعي ديالي وكنت محظوظ لأن هذاك الاصطدام مع لوحة إشارية. مع لوحة إشارية، وكانت هذيك اللوحة إشارية يعني بالبلانش، يعني كون كانت حديد ربما كنت غادي نفقد الحياة ديالي. درتي إشارة ذاك النهار مزيان الباطة. الباطة كانت باينة، كانت هي العلامة التجارية. فعلا كل شيء تذكر باطة مع ريحي. وقع لي واحد نزيف خايب بزاف، لدرجة أنهم يوم يحاولوا يوقفوا ذاك الشيء، وهذا ما كانوا داوني للسويسي نيت في كنيك تماك وذاك الشيء، وخيطوا لي هذيك وبقيت تماك تقريبا واحد اليومين. وهذا حاولت باش زعما على اساس وداروا لي التيست على اساس باش ندخل في المقابله ديال الجزائر، ساعه ما تمكنتش. ولعبتوا حتى مع موريتانيا ربحتوا حتى هي ب 3-0، وتجي المباراه النهائيه امام العراق. الصومال لا كانت موريتانيا كانت معكم، كانت موريتانيا وجزائر. موريتانيا ربحتوها ب 3-0، والجزائر ربحتوها بوسط المريس ب 1-0. فعلا تأهلوا للفينال مع العراق. مع العراق هزمنا. ورغم الاصابه دخلوك في الشوط الثاني سي بوحي. دخلت لان حسين كان شويه كان كيندافع، ملي غادخل تيطرون بلاص سميتو هذا، وباش تدفع حسين دفعوا، لان معتو مشى تزاحم معاهم تما ضرب واحد الكره، وكان مع بداية كنلعبوا حتى حنا الفوتبول ديريكت، ما بقى والو، بقى تقريبا ماشي 10 دقائق ولا 12 دقيقه فاش دخلت بدينا كنلعبوا. ما بقيناش كنديروا، كانت ربما حصر المغاربه لان الميداليه الذهبيه. الميداليه الذهبيه في الوقت كان تيبان بانه منتخب العراق عنده منتخب قوي. الدليل هو انه المسار ديالو في كاس العالم 86 كان ولو انه ما تاهلش للدور الثاني، ولكن مسار جيد كبيره قويه وكذا. انا سي الحاجه غادي ندخل ما يتعلق بالتصفيات الالعاب الاولمبيه، لانه شهدت واحد المباراه مثيره جدا وكانت خلقت واحد التحول في تاريخ كره القدم المغربيه. الامر يتعلق بمباراه ديال الجزائر 9 ديسمبر 1979. قبل منها المغرب عرف واحد التحول على مستوى المنتخب المغربي، تم تحديد المنتخب بعد كاس افريقيا 1978 بغانا، تم واحد التشكيلات تعطات في بعض المباريات خصوصا على متوسطية في السبليت في 79، وكنا تنقولوا بانه وقع واحد التحول كبير في المنتخب المغربي، وانه الجيل السابق صافي انتهى الدور ديالو. تجي المباراه ديال 9 ديسمبر 1979 امام الجزائر في اطار تصفيات الالعاب الاولمبيه المؤديه اللي غادي تكون في موسكو. قربت المباراه مجموعة جديدة، تم في آخر لحظة أنه الاستعانة باللاعبين القدامى، تنذكروا فراس، الهزاز، عسيلة، ليمان إلى آخره، ودخلتوا في واحد استعدادات. لعبتوا كانت لائحة ديال 29 لاعب، لعبتوا مباراة ودية مع الشباب محمدية، مع الكاك، مع لونتون ديال الوداد والرجاء، الفتح والجيش، ثم مارسيليا تعادلتوا معها بواحد لواحد، ومشيتوا. غنبدا معك من هنا المعسكر ديال اسبانيا بماربيا ما بين 2 و6 ديسمبر 1979. شنو وقع في هذاك المعسكر؟ شنو درتو؟ شنو تذكر مزيان السي؟ المعسكر داز في صوره مزيانه. لعبنا مقابله، تدربنا، لعبنا مقابله تبارك الله اكثر. الاستعداد كان رائع. صحيح، عندكم خسرتوا مع فريق، لانه الصحافه رجعت ليها تقول بانه خسرتوا مع فريق من القسم الثالث باسبانيا ب5-1. ما نظنش، إلا ما كانتش الذاكرة ما نظنش، بكل صراحة ما نظنش واش خسرنا 5-1. كانت الظروف الإعداد مزيانة تماك؟ كانت ظروف رائعة، ولكن ربما كان كليزو كان معروف عليه التدريب الشاقة وقيلة. لا هو كان وقع مشكل كما قلت لك، ملي جينا من دخلنا كنظن الخميس ولا الجمعة دخلنا، ولكن في إسبانيا كان تدريب قاسي. كانت ماشي قاسحة، تقريبا راه جوج ديال الحصص في النهار، حصه في الصباح، حصه خاصه باللياقه البدنيه، كونديسيون فيزيك، لي زاتوري واحد داكشي مع هذا، والعشيه بالون فيزيك، تتفاميليزا مع البالون، تتخدم بالبالون في العشيه، زعما كاين حصص اللي عاونونا باش نكونوا واجدين للمقابله ديال لو 9 ديسمبر.
ملي دخلنا كنتفاجئوا ليل دخلتوا للمحمديه دخلنا للمحمديه تقريبا يعني لا غدا الليله ديال المقابلات كنمشيو للمحمديه كنديروا لي سيري ديال 100 متر من الكوريس للكورنر الملعب ديال المحمديه اللي ما كيعرفوش الناس بزاف اصعب ملعب في الملاعب اللي كان لان تقريبا كان عنده لي نورم تقريبا 120 متر تماما وعنده الكازون ديالو ثقيل ربما شتي الا شتي شي لاعب كاع في بريمير ديفيزيون داكشي ماشي درب هذه ليله المباراه يعني نهار قبل من المباراه لا لا في ديال نهار المقابل شتي بحال دابا غنلعبوا مباراه 9 ديسمبر 9 حنا 7 يعني العشيه درنا بحال دابا اليوم درنا 100 متر كان 100 متر غدا ريكوبيرينا و اذا فداك لو 7 كان عندكم واحد التدريب شقه في انتونس داكشي كنا داكشي اونطونس ما كاينش داكشي يعني تتجري في الراس وترجعوا ثاني وجابونا جا كان جابنا الله يرحمه كليزو جابنا سميتو واحد السينما سميتها ساتيامار في الرباط في الرباطيه كان جابنا وداكشي باش ديفولا وداكشي وهذا باقي كان عقل وداكشي كما رجعتوا للوطيل ولكن تنقلوا الناس اللي عاشوا هذيك الفتره عن قرب تيقول لك بانه كان الوزير الاول وزير العدل معطي بوعبيد كان جاي عندكم جا الفندق كانت اناشيد وطنيه في الاذاعه الوطنيه كان واحد الضغط كبير ضغط كبير والله كبير فعلا بانه انتم هما اللي تحروا لنا انتم اللي تجيبوا الصحراء ما عرفت شنو كما لو خلاف مع الجزائر لا كانت مساله صعبه تقلونا بالمسؤوليه ماشي احنا كنا تقريبا هادئين نفسيتنا كانت هذا كان تخوف كان هذا كان ولاني ملي كتشوف تيجيك مسؤول اليوم وتيجيك ثاني مسؤول اخر نهار اخر ثاني مسؤول وهذا وتيهضروا في الكره وهما الناس ما تيفهموا لا الكره لا والو تيجي يبدا يهضروا حد تيقول لك خصكم تكونوا رجال وتكونوا كذا تيموتيفونا بديك الطريقه اللي هي بدائيه كتعرف صحيح انه فاش مشيتوا للملعب محمد الخامس بالدار البيضاء كليزو ما مشاش معكم من المحمديه للدار البيضاء التحق بكم من بعد لا ما تذكرتيش هذه اللي كاينه هي القضيه ديال الهليكوبتر الهليكوبتر تفضل سي الهليكوبتر ملي جات هزات كليزو داتو تماما داتو عند السيدنا راح الحسن الثاني باش انه يشرح ليه يتناقشوا وياه في المجريات ديال المباراه ولكن باش ربما تما فين كان وقع ذاك التغيير ديال ولكن كليزو دخل معطل تماك الملعب لا فاش جا عندكم الفيستير كان ديك الساعات كان هو فاش دخلتوا نتوما يعني هو ما كانش ديك الساعات في ديك اللحظه لا ما ركبش معنا هو في الكار تماما هذا هو ركبش معنا هذا هو ما ركبش معنا في الكار مشينا غير لعبه كان كار ديال لا جوندارمري هذوك الكيران الصغار الزرقين هو اللي كان عندنا لا ما مشاش معنا وقع تما التغيير الحالي اي باش تبدلوا ذوك اللعابه بطبيعه الحال دخلتوا المباراه قبل ما تبدا المباراه يدخل عندكم وزير شبو رضا عبد الحفيظ القادري يدخل لا اللاعبين تسالينا المباراه جاو دخلوا حتى قبل من الدخول قبل من ما ندخلوا المباراه حتى واحد ما دخل عندنا انا شفت في واحد القصاصه ديال الجريده بانه دخل قبل من المباراه لا ما دخلوش نعطيك حاجه وحده وقعت واحد الواقعه نعم. في السخونيه الدراري كيسخنوا اللي يدخلوا يلعبوا شويه تنشوف خليفه تيغوت ليا البوحيه شوف العربي تندور تلقى العربي طاح الحياه العربي حرضان كيدير ايلونغاسيون وتيرجع تيطلع دوك الرجلين المهم ما نقدرش نوقف لان دابا حنا في البرنامج وداكشي باش تعرف بان اللاعبين شحال لا شارج ديال الانهاك اللي وقع عليهم الانهاك اللي وقع في مربيه وفي محمديه بليس كنقول الله يجعل السلامه الله يخرج العاقبه بخير وصافي دخلتوا بن ساوله تيماركي في الدقيقه 15 و16 حضور جماهيري كبير تعبئه وطنيه كبيره حشد اعلامي كبير يتماركا البيت الاول كينزل الثلج على المغاربه ديك الساعه فعلا دقيقه موراها تسجل الهدف الثاني شنو حسيتي ديك اللحظه تماك البيوتا انا كنظن تماركا خمسه عاد فهمتي بديت كنشوف على اساس انه خمسه
صعيب هذا شكون اللي غيدخل شكون اللي غادي ريمونتي شكون هذا قال لي قبل منها لانه تمارك البيت 15 جا البيلانتي ديال صحيته اللي سجلوا ليمان بالدقيقه 32 تخرجوا الشوط الاول نتوما خاسرين بجوج لواحد تقولوا ان الامور غادي ترجع غترجع الامور ترجع آه. ما بين الشوطين فاش دخلتوا لفيستير تذكر شي حاجه تما كليزو شنو الخطاب ديالو شنو لا ما ما, ما دخل بعدا حتى شي مسؤول صد الباب وداك الشيء بقى كيهضر معنا وداك الشيء كان غيدير شونجمون سميتو لدريس وديش كان غيدير شونجمون سا ما عرفتش كيفاش تراجع وداك الشيء ملي دخلنا تماركا تماركا البيت الرابع والثالث في الدقه 71 والبيت 69 تماركا البيت الثالث الدقه 71 البيت الرابع اللي ماركا وعصاد ماركا في الدقه 87 اللي ماركا فرقاني وعلى الماركا الاخر ملي تماركا الخامس قال لي خصك تسخن بقيت كنشوف فيه دقه 87 اه غادخل غاتريمونتي انت سان كبير دي سان بيوت ما عندكش باغي نوض سميتو تيمو يبز معك باش يبرد الناس على اساس انا دار شونجمون دو جور وداك الشيء ولكن داك الشيء صافي فات الاول ما اللعابه ما قد ما بقاش ما بقاش يعني في ماشي فيزيك ما بقاش حتى مورالمون صافي بنادم كان كانت كارثه هذيك لو 9 ديسمبر بالنسبه لي انا كاتاستروف ناسيونال كارثه وطنيه هذا هو المعنى ديالها حكيتي واحد الواقعه هادي مده قلت لي بانه في الكرسي احتياط بترجع لقص بلاصتك بان لك واحد هاز الرشاش بحال اللي فعلا انا تخلعت بكل صراحه كتشوف بوليس هاز الرشاش ماسكارون وداك الشيء وهذا خاسرين ما كتعرف في ديك اللحظه بنادم يقدر يرتكب اي حاجه فاسيل ما وداك الشيء وهذا شنو كان وهي فاش ملي المهم ملي دخلنا هي باش عاد جاو هذوك دخلوا واخا ملي كنتو جالسين كرسي احتياط شنو كان النقاش اللي كان بين حميد دوش بوج معاه وكليزو يعني واش كانت حال ترتيبات ما كانش النقاش كليزو هو سي لون فوغ الاخرين ما هضروش لا حميد دوش ولا بوج مع ما هضروش يعني كليزو اللي كان كيغوت و تيهدا و تيديريجي وداك الشيء وهذا بعض الوقيته صافي شاف راسو ديباسي وداك الشيء جلس شد الارض وصافي دخلتوا الفيستير حاله احباط ولكن المسؤولين هنا تيدخلوا عندكم دخل الوزير الاول اللي هو معطي بوعبيد دخل وزير الداخليه دريس البصري دخل مولاي احمد الهلاوي وعبد الحفيظ القديري وشي واحد اخر ما عرفتش انا شكون هذا يمكن العميل ديال سبيتو مطيع تمام مع طويل كان لور شفتو هذاك بداو تيهضروا داك الشيء وهذا ولكن للاسف دريس البصري كان دخل وداك الشيء وهضر شويه كان خطاب عنيف شويه خطاب عنيف ما ولكن ما ملي كتشوف كتلقى النتيجه او الظروف في ديك اللحظه عطاتهم انهم يهضروا يتكلموا طالبوا باش هذا عطاو سؤال سولوا كليزو واش كيفاش واش اللاعبين مونك دونترينمون ولا سير اونترينمون وداك الشيء وهذا قالوا باش نتاكدوا داك الشيء غوتوا على هادو وزراء مسؤولين تيقول لي خصنا نعرفوا واش كان سير شارج واش كذا وقالوا لنا اختيار وليني هاد السؤال هذا وضعوا عبد الحفيظ القديري الرجل تبارك الله رجل رياضي رياضة داك الشيء عارف المسائل وداك الشيء وهذا هي هذيك جا قندروش ديك الساعه قال لك اودي اش كاين وهذا غوت على قندروش كان مدليك ولا معيد بدني؟ لا كان دكتور قندروش اللي كان محمد اللي هو اللي كان مدليك هو المعيد البدني قال له جيب كرسي مشى جابوا كرسي قالوا تغوتوا على لو بلي جون جوار شكون هو جمال ديالنا بدا كيدير لو تيست هذاك لو تيست ريفيديكسون شنو هذا شرح لي هذا ما عرفتوش هذا تي هذا لو تيست انت تطلع كطلع فوق الكرسي وكدير هادي وكتهبط وكترجع كدير اليسريه وتهبط هادي شنو تعطي النتيجه كتعطيك النتيجه درتي واحد ليفور وكيشوفوا لو طون دو ريكوبيراسيون كيفاش غتريكوبيري كدير اون مينوت ديال ليفور اون مينوت دو روبو وتيشوفوا بين ليفور وبين الروبو فوقاش ريكوبيريتي وتيشدوا لك لي بليساسيون عندنا 60 الا جيتي قل من 60 من 50 حتى ل 56 كتكون يعني لا فورم ديالك راه مزيانه فتي دي باسيتي وداك الشيء وهذا ولو كور تيبقى يضرب لي باتمو وداك الشيء عرف بان راه تي لونتريني تعطل لي باتمو قلال تيكون موك دونترينمون ممتاز حنا النتيجه اللي خرجنا بها بان كانت سي لونتريني كانت سي لونتريني هذا هو السبب هذا هو لان سقصوا بعض اللعابه
اش درتوا البارح وداك الشيء؟ قالوا لا البارح راه مشينا للسينما ما درناش اونترينمون والبارح راه درنا ثاني المباراه تمشيو لدرجه انهم نساو صحيته تما كان مصاب نساو تماك في الطيران ما كانش هو تشكى من هذه القضيه هذه من بعد مشيتوا للمحمديه شنو الاجواء داخل الفندق السي الحيوي؟ وبقينا غير احنا اللي الضرب اذا بقاو تماك صحيته وهذا وظلمي المحمديه كان قريب فارس وهذا تماك بقينا غير احنا بقى اقول خالد الابيض وانايا خليفه تيمومي اللاعبين مصطفى ديال مصطفى دوجده مصطفى الطاهري وجده هو اللي ما صابش كيفاش يقدر يرجع هو اللي ما قدرش يرجع كيفاش ما لقى صافي ما تيسينو العمري باش يجي يعطيه هذا العمري توا زاد في حاله مع الطريق هو المالي غادي يعطيه باش كيعطينا لي ديبلاسمون ديالنا كانوا كيعطيونا ديبلاسمون ديما ورا الماتشات وكيفاش تم سميتو هذاك جيرو هو اللي قال له انا غادي نتكلف له سميتو يعني كان كلشي تخلى كلشي تخلى علينا حنا مشينا ديك الساعه شنو نقول لك قطعنا واقيلا بشي 8 دراهم ولا 10 دراهم ما كانش قطعنا باش مشينا من المحمديه لقنيطره رجعتي للمحمديه صبتي تدمر هنا في قنيطره صبتي واحد الحاله ديال الاحراق هنا فعلا تيتصل بك شي مسؤول هنا تيكون شي لا ما اتصل بي حتى واحد نهائيا اللي كاين هو انه غوتوا علينا على اساس انه باش ندخل للكونسونطراسيون صافي دخلنا للكونسونطراسيون وداك الشيء وهذا واللي تصطح بانه سمعنا بان كلوزو مشى فحال ولا راه بقى مشى بقى لا فعلا بقى تدوز داك ما كانش عندك شي لقاء مع دومو نعم دومو كان عندك مع شي لقاء هنا كان معايا هضر معايا وداك الشيء قال لي زعما الاجواء كيفاش دازو وداك الشيء وهذا سي الحاجه انه جات المباراه ديال الاياب 21 ديسمبر غتلعبوا في الجزائر تم تخلي على جميع اللاعبين اللي خاضوا مباراه الذهاب هنا في الدار البيضاء وتم استعاره الاحتياطيين واستدعاء ايضا لاعبين اخرين هذيك المباراه درتوا التدريب ديالكم ويوم انه تقرر انه ما تمشيش في طائره مدنيه تمشيو في طائره عسكريه 630 احكي لي شنو طرا في هذه الرحله هذه مشينا في طياره عسكريه 630 تقريبا كانت المده ديال الطيران واحد الساعه ونص وصلنا لمطار الدار البيضاء كيتسمى مطار الدار البيضاء انذاك دابا راه غيروا الاسم داروا له مطار هو ريبونديان نزلنا باش نقول لك بواحد الظروف صعيبه وصعيبه جدا لان كانوا رفضوا ان طائره عسكريه تنزل في المطار ولكن بعد هذا التدخل ديال السلطات ديالنا وهذا ومن بعد واحد الوقت اللي عصيب دوزنا داخل الطائره المهم الطائره نزلت بغينا ننزلوا طلبوا منا باش السكان ما يتهزوش يبقوا تماك نشوفوا كيفاش كيدايره الامور خدينا السكان ديالنا المهم مشينا جابوا لنا طوبيس ماشي كار طوبيس هكا باقي يعني فيه داك يعني باش تمشيو توصلوا للمطار ولا باش تمشيو للفندق؟ لا باش نمشيو غير للمطار حيت الطيارة تحطت بعيد من 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 سميتو من لي بيغو ادمينستراتيف وداك الشيء مشينا داروا الاجراءات وداك الشيء صافي غادرنا مشينا في نفس الكار تقريبا نفس البيس نفس البيس مشينا فيه حتى لوراسي واقفين دخلنا لوراسي وداك الشيء المهم بدات لا ديستريبيسيون ديال لي شومبر وداك الشيء ودا طلب منا المسؤول كان معنا ياقوتي قال لك اودي راه اش كاين تعليمات صارمه وداك الشيء من الناس باش ما تخرجوش من لوطيل وداك الشيء ما تخرجوش صافي يعني تقريبا لان كنا وصلنا في العشيه تعشينا لا غدا في الصباح مشينا للملعب وداك الشيء درنا حصه تدريبيه اصطناعي ومسوا حظكم وانه حتى يوم المباراه كانت واحد الشتاء بزاف فعلا كانت الشتاء يعني تم تجفيف كاع الملعب فعلا دربنا في واحد الملعب اخر على ملعب بوليخين سميتو هذاك الملعب حتى هو كان حتى هو سينتيتيك ولكن ما كانت الشتاء في هذا الاغلبيه ديال اللعابه ما عرفوش راسهم بان غادي يلعبوا في سانتيتيك تا المهم تا ركبنا ومشينا راسنا قال لك بان راه غاتلعبوا في سانتيتيك وداك الشيء دخلتي كلاعب رسمي في هذيك المباراه الجمهور يعني ملي نشوفوا الصور ما كانش جمهور كبير حاضر بزاف فعلا ما كانش حاضر بزاف كانت الشتاء يمكن هي السبب ولا شي حاجه تخسروا بثلاث الاهداف لصفر ولكن ملي كنتوا خاسرين بجوج الاهداف لصفر تيوقع لك عاوتاني واحد لو شوك اللي يخليك تفقد الوعي ديالك فعلا كانت عندي تعليمات باش نراقب بن ساوله لان بن ساوله كان دار واحد التصريح قال لهم سجلت ثلاثه
انا تنوعد قال لهم هكا تنوعد الجمهور باني غادي نسجل 5 ديال الاصابات هذا في الجزائر. انا جالس تقريبا في الهول ديال لوطيل جا عندي كلوزون جا عندي جاب لي واحد ليكستري ديال الجورنال ديال لابريس قال لي قرا هذا ليكستري باش تشوف بن ساوله اش قال. قال لهم داكور مسيو كلوزون فيغا هذا درت مع هذا الشيء هذا وثائق في نفسي بانه فعلا دخلنا في المقابله. من خلال المقابله درت واحد الحراسه لاصقه تصورتي رجعني تيخرجني من لالين هذا وكيديني الوسط انا ما كنتش كنتبعو تنخليه هو يجي عندي واحد الوقت تزير تنشوف بن ساوله كيشوف هكا يمينا ويسارا هو تيشوف الحكم واش كيشوفوا فيه. الكره طلعت ملي طلعت كان كورنر الكره طلعت لقيتها اللي طلعت خلاني طلعت انا الاول اللي طلعت انا عاد تبعني هو هبط اللي هبط ضربني بلوكو طحت بقاو لي سميتو سوغيزا سميتو سميتو الضو داكشي تيدور قدامي دخلت في غيبوبه نط بصعوبه شادين غير الاخوان ربما راه الصوره راه شتي بصعوبه وداكشي وما كنشوف صافي هذا صافي التوش جابوا لي لومبيلونس خرجوني تقريبا وما رجعتيش مع المنتخب المغرب في نفس الطائره لا ما رجعتش رجعتي تنبع ولكن حضرتي كنتي ضمن المنتخب الاستقبال الملكي اللي دار في مراكش انا مشيت شنو تذكر قال لكم الحسن الثاني شكرنا بعدا اول حاجه قال لك كيف ما كان الحال المجموعه قامت في الواجب ديالها والله يجزيكم بخير وهذا ودابا خصكم تعرفوا راسكم بانكم انتم هما الفريق الوطني ديال المستقبل وهذا والحمد لله عندكم امكانيات وخصكم غير تكونوا وهي اللي كانت مراد القلاع اللي عرفوا المنتخب لقلع. نستودعكم في حفظ الله نلتقي في شاهد على واقع رياضيه في تاريخ المغرب الرياضي الى ذلك طاب يومكم.